بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب بيجي في روبلوكس. يس هنلعب بيجي في روبلوكس. ما لعبناهاش من وقت طويل جدا. احنا لعبناها مرة واحدة. اخر مرة لعبناها كانت من حوالي سنة او سنتين. وكانت اول مرة اصلا. بيجي. كانت لسه جديدة. انا شفتي بيجي يا ويتش. بوجي. انا شفت بوجي. الحقوني يا ناس. الحقوني زي الناس اظن احنا انقذنا نفسنا اظن كده ان احنا انقذنا نفسنا مش عارف خايف المجارس قربت يا عيال وقع هي وقع بالعافيه ليه وقع ايه استنى ممكن اوطي واخش هنا اهلا انا قتلت نفسي بنفسي هنبقى جوست هنبقى شبح مجرد ان احنا بس نشوف اللي بيحصل في اللعبة لكن مش بنعملش حاجة ما بنعملش حاجة يا رهوي هو ماله بيعمل ايه ده بيرقص داك طب ايه ممكن نعمل ايه هو ايه بيلز دي جوينينج دخلنا على لعبة جديدة دي ولا ايه بيجي بيلد مود يعني ده مود حد معين هو اللي بيعمله طيب هبقى جوست برضو كده طب هو ايه سيرفر في كده يعني ان هو حته 2 سنتي في 2 سنتي و دي اللعبه يعني كده مش عارفه غريبه بس طب احنا نطلع منها ازاي هي زي هايد اند سيك كده هو بص هو ده بس السيرفر اللي هم عاملينه استنى هنضطر بقى نخرج من اللعبه والاول مره اصحابي هتشوفوا خلفيه روبلوكس تادا ايه رايكم بصوا لا لا ممكن تلاقوا نفسكم هنا ايه ده انا عندي 194 صديق استنى تعالى ايه رايك نعمل شويه اكسبت لشويه فريندز اوكي تعالى احنا عارفين ان احنا دلوقتي مش بنلعب بيجي بس مش مشكله ريكويستس يلا بينا شوفوا نفسكم وانتوا بنعمل لكم فريند ريكويست من لمين يا ترى اكسبت مثلا ده على اسمي هعمل اكسبت لكذا حد كده راندوم ولو عملنا على حد منكم افرحوا بنت على الماشي مين تاني ممكن ده خلاص بقى عندي محمود هاني مكتوب هنا اهو بصوا لا مش لوج اوت كانسل اهو بصوا انا كده بقى عندي 200 صديق اللي هو الماكسيمم تماما انا عملت كده اكسبت لكل يعني بقى كان عندي عدد الاصدقاء الكامل يلا بينا نخش على بيجي تاني بقى احنا اشفينا اللي احنا عملناه بس لو لقيتوا نفسكم مش عمل لكم صدقوني انا عملت راندوم اللي هو يعني ايه دوست كده على اي حاجه وخلاص ما لحقتش حتى اقرا الاسم اكتبوا تحت في الكومنتات لو لقيتوا هو الاسم بس اللي لحقت اقراه اللي هو كان ماما ميا سوبر ماريو ده ما كانش مش هو ماما ميا مش عارف مين صح ايه ده برضو بيكون جوست ليكي جانك طب تعالى نجرب بيلد تاني ممكن نخش على ده واخد لايكات كتير واخد 28 ده حتى هو اللي بيبنيه في ايوه لا في حد عمل ايه ده في حد صغير 110 لايك نخش عليه دي شيء اموجوش فيلد تلفورت فيلد ايه تعال خش على دي ماشي كيفي مش تمام دخلنا يلا بينا يا اوه شكلها حلو ارنوبي يعني هاتي كل هذا شكلها حلو بصراحه بقول يعني هاتي كل هذا والارنوب ده ممكن يأذينا ولا لا لا طب شوفي عينها او عينيها او عينه عادية ولا لا مش لحق امشي بيمشي بسرعة
هو ده بيموت؟ لا طالما عيني كويسة. ايوه عيني كويس. مش عارف ليه شفت هاي. فجأة جزء احمر. هو بيجري لحسن يكون شرير. ما اظنش. لا وريني يعني كويسة ما فيهاش حاجة. وريني ليه شكله شرير. ما اظنش مع سكينة. كان زمان كلهم اتقتلوا. طب ماشي يلا. طب هنا في حاجة مكتوبة مش هو ده. انت قلت لي على الارنب. مش ده انا كنت بقول على الارنب. وده الارنب مش شرير. الارنب ليس شرير. اهو استنى تعالى نجيب الارنب. فين الارنب؟ ورانب. فين الارنب؟ اهو الارنب مش شرير اهو. شوف انا عارف بس انا كنت بتكلم على الدبدوب ده. هنضطر بقى نخرج من اللعبه ونخش فيها تاني. القطه دي ليف ليف. ايش فين احنا عاملين نقفل ونشوف يا بوسو روبلوكس تشاتي مين الواب يلا بينا نيمي جوين بيجي بوك تو ذا هانتينج. صدق عمرنا ما لعبنا غير الاولانيه ودي. يلا بلاي. ماب جديده. كامبينج. ماب جديدة وضلمة وواسعة جدا ومش شايفة ولا حاجة. وبيجي ممكن تطلعني من اي ناحية. يا نهوتي ايه دي شكله شرور. يا نهوتي يا نهوتي الحقوني يا زي ايه ما يكون جراني بس امانجس في نفس الوقت. ممكن بس استخبى. تعال اصلا اللعبة دي كانت موجودة قبل اصلا ارنوب. استنى بقى عشان خاطري. ماشي انا استخبى هنا. استنى هل هربتوا؟ هل هربتوا منه؟ هل هربتوا؟ ليه؟ حريم حريم هضطر العب كده جوست تاني. انا مش عايزه العب جوست. انا ماشي ممكن نعمل سبكتيت احلى على جوجو جيجي جح جح. جوجو جيجي جح ده المفروض صوت مخيف او حاجات ايه ده المفروض بيبي يقول جوجو جيجي جح جح. هو عمله بيقول جوجو جاجا. تعال نشوف. انا عاجبني شعرها قوي بصراحه. ايه شعرها حلو قوي. مع مفتاح. هو ده ليه صحيح ما بيتحركش؟ انا كنت لسه واقفه هنا من شويه ما اتحركش ولا عمل اي حاجه. يا اروبا انتي باين عليكي شاطره قوي في اللعبه دي. مش استنى نشوفها لما هتطلع فوق هتعمل ايه. بس لها ما لعبناهاش من وقت طويل. واول من وقت طويل ده كان اول مره اصلا نلعبها. هنا المكان ده مليان حاجات كتير. ايوه هنا هي مر رجليها تخينه قوي من فوق رفيعه من تحت من نفس تخين. هاكل العالم. نم نم. يلا ممكن نبقى جوست وخلاص. ايه ده انا بقيت جوست عند الحته دي. ازيك هل تقدر ان تراني؟ طب على النار. هل عند النار احرق نفسي ليه؟ طب لو انت كنت عايشة أوي. عادي كنت ممكن تتحرقي كده. لقد وجدت مفتاحا. ما اقدرش اي حاجة. ايه للوصول بس ده مش بيجي. يعني بيج يعني بيجي هو الشخصية الاساسية. ايوة لكن دول بيجي. اتش اتشل ليه ايه عايشك ازاي تاني ليه ما تموتش. طب هل كده ممكن تشوفيه؟ لا ما اظنش. احنا كده زي ما يكون في امانجس اللي هو بس في امانجس تقدر تشوف الميتين برضو. لا ما اقدرش اشوف. ايه ده بعد الشر اشوف الميتين. يعني الارواح زي فاهمه. طيب I'm a ghost. ها 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 ها. علينا باك نجرب نشوف سيرفرات تاني. بس عايز اشوف واحده مليانه لايكس. استنى هو عمالين يزيدوا. استنى اه
ازيد واحده واخده 16 لايك. ماشي تعال نخشها. اوكي يا ربي انتي تطلع واحده حلوه. تمام بيجي اسمها يعني بيعملوها زنقه يعني سنه حاسه انها زنقه ده اوبي سنه هي دي اوبي بس بيجي لو اوبي تبقى حلوه قوي. استنى عشان ايه زنقه قوي صدقني. تمام اطلع ازاي بيجي وده بيجي شرير اظن بيجي جون فور 20 سكندز هل 20 سكندز ازيك انت كان معاك تفاح اديني شوفها اديني شوفها تفاح تفاح انزل فين هي از جون برضو فور 20 سكندز هو مكتوب ايه هنا فوق هو ما اعرفش ليه اللي بيعملوا اللعب دي بيعملوها زنقه قوي يعني اللي هو يعني ما بعرفش هي لا بالذات عشان فيها كتير ايه هارت هي غريبة شوية وانا مش فاهماها وانا يعني ايه ده ايه المكان ده نفس المكان ما علينا هنضطر نخرج من اللعبة تاني وايه رأيكم ده روبلوكس ودي اللعبة اللي انا كنت لعبها ايه رأيكم ولعبتنا من ضمنهم يس ايوه وجميله جدا وهنا في حاجات كتير وهنا دي المسجات اللي جايه لي نوت ناو وهنا ايوه وكل حاجه بس كده ماشي نخش على نرجع لبوجي هو مشكلتها ان ما فيش اللي هو لما تخش في سيرفر تاني ترجع تاني جوه اللعبه الاساسيه من جوه اللعبه اصلا لازم تخرج بره اللعبه تمام قلت تفتكري في بوك 3 استنى في واحده كان فيها 55 لايك بحالهم 55 لايك تعال خشها 55 لايك ليك ما دخلتهاش السيرفر باين عليه صاحب السيرفر قفله يلا ما علينا باي اصحابي يا ربي كل فيديو عجبك ما تنسوش ليك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم اجي فيديوهاتنا باي